دينار. هذا الموديل الثاني 3000، الموديل الكبير ب 4. مرطب مال مطبخ بس شيء كلش حلو، طبعا الوجه مالته يجي بدير رخام، الخشب مالته شيء درجه اولى، وجه ذهبي، يجي اربع طوابق، طابق طابقين ثلاثه اربعه، كل شيء تقدرون تستخدمه ويا تايرات سوت الحركه، تايرات فيها قفاله تقدر تقفلها، توقف الحركه، سعرها حلو ب 40000 بس، 40000. طبعا هذا الزجاج وهذا معدن، فشي كلش ترتيب حلو. باعوا لي موديله كلش راقي من فوق مغلف بمعدن، هذا سعره 20000. وعندكم هذا ابو المتر، رجعت وفرت لكم اياه قطعتين ب 25، قطعتين ب 25، هذا 20، هذا قطعتين ب 25. حافظه مال خبز، طبعا هذا الكيس مال خبز ماشي، يجي حافظ لك على الخبز ما يخليه بس ولا يخرب. كواليتي جماش فيها سحابة، جنطة خاصة مال خبز، حافظة خبز، والسعر 1000 دينار. سنادين الدبل اليوم والموديلات الحلوة، باعوا لي الورد مالته يجنن والألوان تجنن، وبيش اليوم العروض ب 10000 دينار. الموديلات الجديدة مال الورد، موديلات جديدة حلوة، والعروض اليوم ب 7000 دينار. ذهبي فتشي راقي كلش، بشرط تجي تخلي على النار. وبيش عروض اليوم؟ 10000 دينار، 10000 دينار. لكم مجموعه بايركسات، بس البايركس لا ايراني ولا صيني، تركي، شي درجه اولى، باعوا لي الحجم مالته بشرط هذا يدخل فرن. بايركس درجه اولى، باعوا لي تركي شي درجه اولى، هذا موديل وهذا موديل، وعندنا البيضوي، هواي موديلات، القطعه 9000 دينار، بس اذا مو شي درجه اولى، اذا ما يدخل فرن يستعمل، احنا نخسركم اثنين مكانه مو واحد. زبائن مجمع كل شيء وكل عشاء، اليوم جبنا لكم هذه السله الحلوه، شوفوا الديزاين مالتها، طبعا ديها شروخ، السله مالتها بلاستيك والهيكل مالتها حديد ستيل ستيل، شوفوا لي موديلها، تقدرين تخلين بيها خضروات، تقدرين تخلين بيها شغلاتك مالت الشسوار او اي شيء انت حره تستخدميها، وسعرها بس 22000. شوفوا اليوم ايش وفرنا لكم، هذه الخضارات الحلوه كلش حلوه، تقدرين تخليها ديكور بالحائط، تقدرين اذا عندك ديكور ارضيه تخليها بالقاع، كلش ديزاينها حلو، حتى جو الدرج الداخلي صير، وسعر القطعه 3000 دينار. مجموعه دولكات اكريليك رجعت توفرت عندنا ومن جديد، هذا الموديل سعره 2000 دينار، هذا الموديل سعره 1000 دينار. اليوم حافظات الصابون السائل ويا مكان الصابونه بس على شكل بانيو كبير، والعروض اليوم ب 2000 دينار، بس باعوا لي الحجم. واكريليك فتشي كلش راقي ب 2000 دينار عروض. موديل فلتر كلش حلو، تقدر تقول ثلاث بوب، بس هسه اشرح لكم هذا الباب جينا تصبيط وفوق، العمق مالته تقريبا 45، ارتفاع مالته مترتين، العرض مالته 25، يجي هنا تعلاقه ورفين فوق وجوا، يجي هنا مرايه حلوه، تعال قرب يشوف المرايه، والاحلى رف مال المكياج دفن، تقدرون تضمون شغلاتكم ورا المرايه. مجرات عملاقة واحدة، اثنين، ثلاثة، عمق 45، شيء كلش مرتب، سعره 200000. توفر عندك التوب كلش حلو، يجي خانة تعلاقة رفوف ورف جوا، تجي رفوف مفتوحة تصفيط ملابس أحذية براحتكم، تجي وياها مراية، تعال شوف كيف حالات المراية. المراية مالتكم سلايد، رفع المكياج تقدرون تصبطون براحتكم، مراية كبيرة كلش، ومراية شيء مرتب مبرودة شيء راقي كلش. هذا بيش سعره 150000 بس اليوم العرض مالته. من الفازات الحلوة اليوم طبعا زجاجية، فشي كلش حلو مرتب للورد، اي شيء تقدر تستخدمه، عندكم قياسين يعني، هذا قياس كبير هذا قياس صغير. وبيش العروض اليوم ب 4000 ب 3000، عروض تخبل واسعار حلوة. الكنتور هذا عنده العروض مالته 80، ارتفاع مالته مترتين، عمق مالته 40، تفتحون الكنتور من جوا تجي جهه رفوف كلها خشبه نقوي، طبعا الخشب مالتنا ام دي اف، مو هذا مثل ما نقول الاعتياد النحت، من هنا يجي تعلاقه رف فوق تصوير رف جوا تصوير. سعر القديم 110، حاليا عندنا تخفيض على الاخشاب 100000 العرض مالته، 100000 كل الالوان موجوده، ابيض اسود خشب الفاتحه خشب الطوف، اي لون تريدون نقدر نسوي لكم اياه، 100000 العرض مالته. ارتفاعها تقريبا 140، العرض مالتها 60، العمق مالتها 40، جزامه تجي طابق طابقين ثلاثه اربعه خمسه سته،
يدات حلوة، قاعدات ذهبية. سعرها القديم 75، حاليا تخفيض 65,000، 65,000 صارت. قلنا اشجار الموز باع تقريبا 170. هذا موديل، هذا موديل، والعروض اليوم ب 40,000، ب 40,000 العروض. قلنا عروض السايكس اليوم، طبعا هاي اشجار سايكس، هاي الموديلات تجي على 15. طبعا هاي بعد ما مفتوحه انت تروحوها. هذا الموديل هم يجي على 15، هم سايكس. عندكم هذا الموديل على 15، هم شوفوا بعد ما مفتوح الشجره انت تفتحوها واحده واحده. عندكم هذا يجي كثيف كلش على 25، عندكم هذا يجي على 15. قلنا موديلات الورد الحلوه الوانه هواي. بيش العروض اليوم؟ 5000 دينار. نسيت الشكردان مرمري كلش حلو، زجاج من جوا، يجي 3 قطع. هاي العلبة مالته 6000 دينار بس. يوم الحافظات مال كيك، صينية اكريليك والقبغ اكريليك، وبيش العروض ب 3000 دينار. اليوم الجاي اوري بايركس ويا الكوابا مالته الاصلي الاصلي، وبيش العروض اليوم ب 10000 دينار. بس باعوا لي الهدية مالته شقد حلوة. شوفوا لي الكرتونة مالته اوري بايركس الاصلي ويا المصري ويا الاستكاين مالته البايركس، والسيت كله ب 10000 دينار. غراب خير من الله ان شاء الله اليوم. توفر من جديد سيتات الصواني الاكريليك، بس هالمره بديزاين يختلف، الحجم شويه اكبر. شوفوا لي هذا الموديل سعره 10000 دينار. وبي هذا المدور اللي حسيت الديزاين مالته كلش حلو. ايضا سعر السيت 10000 دينار، 3 قطع بي. في الحافظات اللي وفرنا لكم اياها، بلاستيك، بلاستيك نوع القوي. سعر القطعة 1000 دينار، عندي هذا القياس هماتين سعر القطعة 1000 دينار، وهذا القياس سعر القطعة 1000 دينار، كلش حلوة، تفيد للشاي، للشكر، للملح، تريدينها حتى للزيتون والطرشي.